الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع بعض التدريبات البسيطة على برنامج الأونلاين جيو جبرا اللي هو من خلال شبكة عنكبوتية. الآن نحن على موقع جوجل، عندما نضغط جوجل نذهب إلى ما يسمى جيو جبرا داونلود، يعني تضع الآن تكتب geogebra.org أو geogebra download وتضغط عليها. الآن بعد ما ضغط عليها بتخرج عندك عدة خيارات، اختار الآن download geogebra apps، هذا هو أكثر البرامج أو التطبيقات أمانا من حيث السيكوريتي أو لا سمح الله الفيروسز. الآن نضغط على geogebra أو download geogebra apps، تضغط عليها. بعد ما ضغطت بتطلع عندي هذه، تخرج أو تظهر هذه الخيارات، خيارات متعددة كلها مفيدة. أنا بحب أختار هذا الآن كمقدمة بسيطة لكم، يعني هذا هو المقطع الثالث في المقدمة Start GeoGebra Classic 6، هذا هو من أفضلها. طبعا في هناك ثلاثة أبعاد، رسم ثلاثة أبعاد، في Graphic Calculator، في Cast Calculator وهذا، لكن اختار هلا GeoGebra Classic 6، نضغط عليها الآن فبيطلع عندي الآن هذا المستوى الديكارتي هنا، وعندي خيارات متعددة. واحدة من الخيارات اللي أنا بحب أستخدمها ما يسمى بالسلايدر، أو إحنا نسميه المنزلق، أنا سميته باللغة العربية المنزلق، سلايدر تو سلايد، يعني تنزلق اليمين إلى اليسار أو تنحرف وما هكذا. فالآن عندما أضغط على هذا المربع هنا، لاحظوا لي أحبتي وإخواني، نضغط عليه بطلع عندي عدة خيارات منها سلايدر، هذا سلايدر. الآن بعد ما أضغط عليه بعطيني بعض الخيارات هنا، ثاني مرة هنا، أوكي. بعد لما بضغط الآن على واحدة في موقع من الشاشة بطلع عندي هذه الخيارات. الآن اسم السلايدر A، لاحظوا لي A، وممكن الآن إنه هل هو على شكل أرقام أو زوايا أو أعداد كاملة، number, angle or integer، بعطيني خيارات متعددة. فدعني الآن إني أضع هنا مثلا من ناقص 7 اللي هو سالب 7 إلى 7 على سبيل المثال، بختاره الآن وبختار طبعا أرقام. الآن هذه أرقام، وبعد ما أتأكد إنيميشن بعدين بتأكد منها، يعني هاي الأشياء بتتعلم عليها اللي ترون إن شاء الله. بعد ما أضغط الآن أوكي، إجا أعطاني سلايدر هنا، هذا هو سلايدر، حد أدنى له سالب 7 وحد أقصى له موجب 7. إذا ذهبت إلى السهم هذا هون المربع، هذا السهم موف، بقدر الآن أحرك سلايدر أينما أريد. إذا هاي سلايدر إيه. دعوني الآن كذلك الأمر أضع هنا سلايدر مثلا ثاني بي، هاد بي سميته بي، لاحظوا لي، ومثلا من ناقص خلي من سالب 5 إلى 5 على سبيل المثال، نمبر هكذا. والآن بعد ما أتأكد أنه وضعنا هنا الآن أوكي، إذا ظهر عندي السلايد الثاني، أذهب إلى هذا السهم موف بحركه إلى اليسار. الآن عندي منزلقين، المنزلق A والمنزلق B أو سلايدر، عندي تو سلايدر، سلايدر A وسلايدر B. أستطيع تغيير الاسم كيفما أشاء هنا حسب الأصول. هنا لاحظوا لك شو الفائدة المرجوة من هذا، يعني هذا الكوماند أو هذا الأمر. لنفترض الآن عندي معادلة مثلا y تساوي على سبيل المثال 5 زائد، أو لا بالأحرى خليني أحط على شكل هذا، a زائد bx bx. هذا الآن لاحظوا لي بعد ما وضعت x طلع عندي هذا الخط المستقيم، الخط المستقيم لأنه هنا سبحان الله يفرض أني حطيته لص، يعني سالب 7 هنا زي ما اخترته آخر رقم إله، وهذا من السالب 5، لاحظوا لي ما الذي يحدث الآن، سالب 5، لاحظوا لي الخط المستقيم، هذا الآن الخط المستقيم أرجع هنا أستطيع أتحكم فيه الآن، أضع يعني عفوا لم أقصد، قصد أنه موف، والآن بضغط عليه وبتطلع عندي هون الآن بعض الخيارات، هاي المثلث هنا لاحظوا لي والدائرة، تطلع عندي الآن أستطيع أن أغير مثلا الآن هذا الخط المستقيم سمكه
أزيد سماكته، لاحظوا لي ما الذي يحدث، زاد سماكته، وأغير لونه مثلا، أضع لونه بالأحمر مثلا هذا، أو الزهري أو الأحمر هذا أو البرتقالي. فالآن بعد ما اخترت بضغط ثاني مرة هنا بختفي الآن هذا الخط المستقيم. الآن السلايدر هذا أو المنزلق لاحظوا لي عليه انيميشن، أو بمعنى آخر يعني يمكن أن يبدأ الآن من سالب 7 وينتهي بسالب 7، بعفوا بموجب 7 ويرد بعيد يعني. وهنا كذلك أمر بالنسبة هنا A و B، فلو حركتهم اثنين ما الذي إذا حركت A فقط لا غير، لاحظوا لي فقط A. إذا الآن A هذه التي تتغير قيمتها، هذه تغير قيمتها، عمال ينحرف إلى اليمين بشكل واضح جدا جدا، ثم يعود طبعا بعد ما يصل عند النقطة 7 اللي بال اسمه اللي هي نقطة التقاطع هنا 7 نقطة التقاطع، لأنها A زائد BX. B ثبتنا عند سالب 5، هنا A تتغير من سالب 7 إلى موجب 7، فبالتالي بطلع عندي هنا آخر إشي بصير عنده موجب 7 وينزلق. لنفترض أنه وقفنا الآن، نوقفه عند هذا المستوى، بدي أحرك بيها لقيمة بي، هذه كانت 5 الآن 5، الآن تتغير من سالب 5. لاحظوا الآن ما الذي يحدث إلى ميل الخط المستقيم، الميل الذي يحدث أنه ميل الخط المستقيم يتغير. هذا الآن لاحظوا لي أني بقدر أتحكم فيه كيف ما شاء حسب الحاجة وحسب هذا. دعنا الآن نتوقف عن التحريك وأغير المعادلة. هاي الآن معادلة بدي أمحاها، يعني تدليت أو أمسحها، وأضع معادلة ثانية. Y تساوي مثلا A زائد X للقوة تربيع، للقوة B عفوا، للقوة B. إذن هي A للقوة B، لاحظوا لها. فالآن أريد أن أحرك فقط اللي هو القوة B، هاي لاحظوا لي ما الذي حدث. Y تساوي A زائد X للقوة B، لأنه عندي الآن A مثبتة هنا، لاحظوا لي ها، خليتها سالب 7 أصبحت سالب 7 هون، وهاي الآن سالب 5، لاحظوا لي ما الذي يحدث هنا. الآن سأحرك فقط A، قيمة A، ما الذي يحدث الآن؟ هذا الآن لاحظوا لي ما الذي يحدث، انه المنحنيين بيتحركوا مع بعضهم البعض، بيصلوا الى 7 حد اقصى ثم يهبطان الى السالب 7. هذا فقط الذي يتحرك هو A. دعنا نتوقف عند A هون ونغير فقط B. اوكي B بدي اتحركها هلا، لاحظوا لي ما الذي يحدث الان. اوكي هون A وقفناها، دقيقة هنا متحرك، وفقط الآن A و B بتحركوا، بدي أحرك B هلأ هنا وأوقف A. لاحظوا لي ما اللي يحدث، هذا الإشي الجميل إنه السلوب الآن يعني X للقوة B، حيث B تتغير بين قيمة وأخرى. لاحظوا لي ما الذي يحدث. إذن هنا هذا مهم جدا جدا أحبتي، لنتوقف عن بس تحريك أو تغيير هذا عند A هنا وقفتها، وهاي B وقفناها، وأريد أن أغير المعادلة. هاي الآن ديليت، وبدي أحط الآن Y تساوي A في X للقوة B، لاحظوا لي هلا، وبدي أحرك فقط B، ما الذي يحدث الآن؟ لاحظوا لي فقط A. أوكي ما الذي يحدث؟ لا إذا بتنتبهوا أحبتي. أوكي لنتوقف الآن هنا ونغير بالمعادلة، مثلا أخليها Y تساوي X to the power B، لاحظوا لي، وأخلي B تتحرك، ما الذي يحدث؟ كذلك الأمر، فقط X للقوة B ممكن تصير X تربيع Y تربيع وهكذا. لاحظوا لي ما الذي يحدث، ما الذي يحدث أحبتي، وهكذا وهكذا. فهي أحد يعني هذا الآن الكوماند اللي هو سلايدر وتغيير الكوفيشنت لـ A و B حسب الحاجة، هو من أجمل التطبيقات على برنامج جيوجبرا. إن شاء الله في المقاطع اللاحقة سأبين كثير من الأشياء عن هذا البرنامج،
بتطبيقات أكثر أكثر، خاصة لطلب طلبة الاقتصاد وطلبة الاقتصاد القياسي. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.